أشار مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن بلاده تحتاج للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن أموال محتجزة لإيران لديها. جاء ذلك ردا على مطالب متكررة من إيران، فالإفراج بالإفراج عن 7 مليارات دولار من أموالها المجمدة في السول و3 مليارات دولار مجمدة في اليابان بسبب العقوبات الأمريكية، حيث أكدت الحكومة الإيرانية أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع طوكيو وسول للإفراج عن هذه الأموال. الأموال المجمدة ملف يعكر صفو العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية، وآخر محطاته مفاوضات بين الجانبين تدرس كيفية تحويل جزء من الموارد المصرفية الإيرانية المحتجزة في سيول. أغسطس عام 2018 أوعز البنك المركزي الإيراني بمتابعة ملف الأموال مع المؤسسات الدولية لإعادة قرابة 9 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية بعد فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على القطاع المالي الإيراني. مايو 2019 كوريا الجنوبية توقف واردات النفط الإيراني بسبب العقوبات المفروضة على طهران، حيث كانت سيول تستورد حوالي 200,000 برميل من النفط يوميا من إيران. أواخر عام 2019 طهران تطلق على مدى 3 شهور حملة لتقليل وطأة العقوبات الأمريكية، وتتهم كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة 7 مليارات دولار رهينة لديها وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات. عام 2020 أعلنت إيران استلامها أدوية بقيمة 500,000 دولار من كوريا الجنوبية بعد 2 من المفاوضات، وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق حظي بموافقة واشنطن، وأشارت كذلك إلى أن كوريا الجنوبية عليها مستحقات متأخرة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار عن نفط جرى تصديره إليها. يناير 2020 قوات الحرس الثوري الإيراني تعترض ناقلة النفط الكورية هانكوك تشيمي وتحتجز طاقمها بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي كوسيلة ضغط للإفراج عن الأموال المجمدة. فبراير 2021 إيران تبحث مع كوريا الجنوبية استرجاع أموالها المحتجزة، وأعلن سفير سيول لدى طهران أن بلاده مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفراج عن جميع الموارد المصرفية الإيرانية الموجودة في بلاده. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ومعنا من واشنطن عبر سكايب السيد إلي يوسف، كاتب وباحث في الشؤون الأمريكية. أهلا وسهلا بك سيد إلي. إذن طهران تقول أن كوريا الجنوبية ستفرج عن أموالها، وسول تقول أنها تفاوض الحلفاء. ما الذي يحدث بين الطرفين بالضبط؟ يعني تحية لك والمشاهدين. يعني أعتقد الأمر ليس مفاجئا، خاصة أن الإشارات الأمريكية العدة التي يعني مضى على إطلاقها أسابيع حتى الآن من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية باتجاه إيران في محاولة لإعادة يعني ما يسمى إطلاق الحوار الدبلوماسي بين الطرفين، وبالتالي قد تكون هذه من ضمن القضايا التي لها علاقة ببدء التخفيف، ولو على الأقل يعني التخفيف الشكلي وليس المباشر المقصود به ليس مباشرة من الولايات المتحدة، لكن من خلال حلفائها وأصدقائها. لأننا كما نعلم أن هذا الموضوع حتى هذه اللحظة داخل واشنطن لا يزال يعني يواجه مقاومة شديدة، سواء من الجمهوريين أو من بعض الديمقراطيين الذين يعتقدون بأن العودة إلى المسار التفاوضي مع إيران من دون أن تلتزم على الأقل بالاتفاق النووي كما وضع عام 2015 وفتح يعني المزيد من عمليات التطوير لهذا الاتفاق، فأن يعني لا مصلحة أمريكية. بهذا المعنى قد تكون مسألة الإفراج عن الأموال التي يحكي عنها، طبعا لم يصدر أي تعليق رسمي حتى هذه اللحظة من قبل المسؤولين الأمريكيين بواشنطن هل اتصلت سيول بهم أم لا، لكن أعتقد أن إشاعة هذا الكلام يعكس أن هناك مفاوضات حقيقية تحصل، وبالتالي قد يتم الإفراج عن ولو جزء من الأموال المجمدة. بالمناسبة نحن نعلم أن يعني هناك أيضا اتصالات تجري ما بين المسؤولين الأمريكيين وصندوق النقد الدولي في محاولة يعني أيضا للحديث عن إمكانية السماح لإيران بأن تحصل على قرض بقيمة 5 مليارات دولار لاستخدامها في مواجهة
يعني جائحة كورونا، وبالتالي كل هذه الإشارات تشير إلى أن الولايات المتحدة على ما يبدو جادة في موضوع العودة إلى الاتفاق مع طهران. سيد إيلي، في حال استردت إيران هذه الأموال المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، ألا يعد هذا خرقا لجدار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها؟ بالطبع، يعني إذا كنا نأخذ الأمور من وجهة نظر تقول أن مسألة العودة عن هذه العقوبات أو سياسة أقصى الضغوط التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران، طبعا هذا الأمر يعد تراجعا، لكن يعني على الأقل إذا كنا نريد أن نكون يعني إيجابيين، الإدارة الأمريكية الحالية تقول بأنها لن ترفع تلك العقوبات، على الأقل العقوبات الأمريكية المباشرة عن إيران، إذا لم تعود أولا إلى الالتزام بموجباتها أو واجباتها في الاتفاق النووي، ومن ثم تبدأ في مرحلة لاحقة مسألة المفاوضات باتجاه تطويره، لكن يعني في الواقع هو فعلا هو محاولة لرفع أو التخفيف من تلك العقوبات، لأنه كما نعلم أن الإجراءات القانونية التي اتخذت من قبل الإدارة الأمريكية السابقة يعني تحتاج إلى أيضا تشريعات خاصة لتعطي أي بلد يحاول أن يخرق أو أن يقوم بأي معاملات مالية مع طهران يكون هناك قرارات خاصة، وبالتالي هذا الأمر بالطبع سيخضع إلى يعني موافقة أمريكية، سواء كانت عبر قرارات خاصة أو يعني أوامر تنفيذية، يعني حتى اللحظة لا أحد يعلم كيف سيتم التعامل معها. ما لم يعني تفضل. نعم سيد إيلي، سؤالي هو هل ترى في كل ما يحدث اليوم مقدمات عريضة لاتفاقيات جديدة ربما، وما التنازلات التي يمكن أن تقدمها طهران في هذا الشأن؟ يعني في الواقع طهران مضطرة أن تقدم تنازلات، يعني رغم كل حسن النية التي تحاول إدارة بايدن أن تظهره تجاه إيران، يعني الردود الإيرانية لا تزال حتى الساعة هي ردود يعني يمكن وصفها بالمراهقة السياسية. هناك إمكانية من قبل طهران أن تعود يعني إلى هذا الاتفاق، ويعني ومحاولة تقديم تنازلات، هي تراهن على أن الولايات المتحدة هي التي محصورة. أنا لا أعتقد أن الأمر كذلك، الولايات المتحدة ليست محصورة، ليست هي الموجودة في الزاوية أو في عزلة سياسية، إيران هي الموجودة في عزلة، لكن المشكلة دعيني أكون أكثر صراحة أن العقل السياسي الأمريكي خاصة الديمقراطي في هذه المرحلة هو الطاغي، هناك نظرة مختلفة إيجابية بشكل أو بآخر تجاه العلاقة مع إيران، وهذا الأمر الذي يحرك على الأقل يعني القوى أو المسؤولين الذين عينهم الرئيس الأمريكي في مواقع مسؤولية لمتابعة على الأقل هذا الملف على رأسهم روب مالي، وهو نحن نعلم بأنه صاحب وجهات نظر يسارية ينظر إلى العلاقة مع إيران بشكل مختلف عن عما تنظر إليه تقريبا كل الطبقة السياسية الأمريكية. طيب سيد إيلي، سؤال أخير، ويعني نظرا لضيق الوقت باختصار شديد لو سمحت، تقول طهران إنها ستستخدم هذه الأموال كأغراض لمواجهة كورونا، ما مدى قناعة واشنطن والأطراف المعنية بهذه الرواية؟ يعني لا أحد يمكن أن يقتنع بهذه الرواية إذا كنا سنأخذ الأمور كما هي، خاصة بالظروف التي يعني تشهدها العلاقات الأمريكية الإيرانية. نحن نعلم أنه على امتداد على الأقل الشهر الماضي هذا التصعيد الذي تمارسه طهران ضد الولايات المتحدة وضد المنطقة يعني على الأقل لا يعطي مصداقية لهذا الكلام، لكن مسألة التحقق من إمكانية استخدام هذه الأموال لمواجهة كورونا، أعتقد المجتمع الدولي إذا أراد يمكنه أن يفرض آليات تجبر إيران على استخدام تلك الأموال من أجل فعلا مواجهة كورونا وعدم توظيفها في قضايا أخرى التي يشكو منها كل المجتمع الدولي وخاصة الدول الإقليمية. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات السيد إيلي يوسف، كاتب وباحث في الشؤون الأمريكية، حدثنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.